جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. يدور نقاش بين بعض المسلمين حول غطاء الوجه والكفين، ولهم بعض الأدلة، هل تتفضلون ببيان الوجه الواضح في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه مسألة ترى فيها نقاش طويل وبحث طويل، وألفت فيها رسائل ومؤلفات قديمة وحديثة. والحق الذي لا ريب فيه وجوب ستر الوجه، وذلك لأمور. أولا، أن الله سبحانه وتعالى قال في نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو ما يستر المرأة عن نظر الرجل الذي ليس من محارمها، من جدار أو باب أو ثوب أو غير ذلك. قوله تعالى من وراء حجاب، هذا يشمل ستر جميع بدن المرأة بما في ذلك وجهها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والضرب بالخمار وهو غطاء الرأس على فتحة الجيب يلزم منه ستر الوجه. وإذا كان يجب ستر شعر الرأس ويجب ستر النحر، فستر الوجه من باب أولى لأنه أشد فتنة. وإذا كان يجب ستر القدمين فستر الوجه من باب أولى، فإن الوجه أشد فتنة. بل لقد جاء نص في ستر الوجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهن على ذلك، ما يدل على أن الوجه عورة يجب ستره. ومن الناحية النظرية، فإن الوجه مجمع المحاسن ومطمع الأنظار، والرجال أول ما ينظرون من المرأة إلى وجهها ومحاسنها، ويتغزلون بخدها وقدها وقوامها، وما يدل على أن الوجه هو مركز المحاسن وهو محط الأنظار. والمرأة إذا كانت دميمة الوجه فإنه لا يرغب فيها مهما كان جسمها، وإذا كانت حسنة الوجه وبهية الوجه فإن الرجال يرغبون فيها ولا ينظرون إلى بقية جسمها في الغالب. فالوجه فتنة ويجب ستره وتغطيته عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر سبحانه وتعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين من الجلابيب، وهي الملابس التي تكون على جسم المرأة من جلال أو ملاءة أو عباءة، أن تضفي منه على وجهها، كما فسر ذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن تفسير الآية: أدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عينا واحدة. هذا تفسير عبد الله بن عباس الذي ينسبون إليه أنه يبيح كشف وجه المرأة، فهو فسر الآية بذلك رضي الله تعالى عنه. فلا شك حتى عند هؤلاء الذين يتساهلون في ستر الوجه، لا شك عندهم أن الوجه فتنة، ولذلك يأمرون بناتهم و نساءهم بتغطية وجوههن إذا خرجنا إلى خارج البيوت، لأنهم يدركون أن في هذا فتنة، وقد صرح بعضهم بذلك. نعم.